الدار الذهبية مصر، وأنا المسؤول عن الدار اسمه أسامة حسن. وإحنا الحقيقة بنشارك في المعرض بقالنا حوالي 30 سنة. كل سنة الحقيقة المعرض بيجدد نفسه بنفسه بدماء جديدة، ونحس فيه بأنه هو بيتطور من سنة لأخرى، والحمد لله ما قابلناش أي مشاكل في الحاجة. لقينا البضاعة بتاعتنا الحمد لله موجودة، ونقلناها وفرشنا، وإن شاء الله نأمل إن الإقبال يكون أحسن من كل سنة عن سنة، كل سنة أفضل من السنة الأخرى. بالنسبة للكتب، عندكم اختصاصات ولا عندكم كتب؟ لا والله كل كتبنا كلها ثقافية وكتب أطفال يعني والحمد لله. رئيس اتحاد ناشيون عرب وصاحب الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة. أعطينا كلمة حول الاشتراك في المعرض. معرض الدار البيضاء للحجاب معرض يحرص عليه كل الناشرين العرب على أنه يشاركوا فيه، لأن المغرب بها تاريخ وبها تراث كبير، ولديها قارئ واعي ودائما يبحث عن الجديد، وده بيدي فرصة للناشر أن يقدر يحتك بالقارئ ويعرف ميوله القرائية، وبالتالي كل الناشرين العرب يحرصوا أنهم يشاركوا. هي في استعدادات جيدة بتقوم بيها وزارة الثقافة والاتصال كل عام، بنحس ان في جديد في المعرض وفي تجديد، حتى في الناشرين اللي بيشاركوا دائما في كل عام في ناشرين جدد بيكونوا مشاركين في المعرض، لان الكل حريص على انه يتواجد في المغرب. زي ما ذكرت ان المغرب صاحب حضارة وتاريخ طويل. الاستعدادات قائمة كما ترون على قدم وساق من اجل انطلاق هذه الدورة من المعرض كازابلانكا للسيل للنشر والكتاب، وتعودنا أن نكون في هذا الوقت متواجدين نعد للرواق الموريتاني من أجل المشاركة سعادتنا، ونرجو أن تكون هذه السنة إن شاء الله سنة ناجحة ومكللة في الكثير من النجاحات. أنا متخصص في كتابة الطفل، تم إقبال جيد وجيد جدا بالنسبة لكتابة الطفل. سهل، بيختلف من نسبة الأسعار والتسعير بين الكتب، ولكن الحمد لله احنا بالنسبة لنا كقطاع متخصص في كتابة الطفل تم الإقبال، والحمد لله بالنسبة للطفل المغربي بصفة عامة والعربي بصفة أكثر عموم. تأتي مشاركة ناشرين تونسيين في هذه الدورة، دورة في معرض الدار البيضاء للكتاب بالطبع، مشاركة جدا مهمة للناشر التونسي والكتاب التونسي. احنا كناشرين تونس حريصين كل الحرص ان نشاركوا في هذا المعرض لأهميته، لبعضه يعني المغاربي، لبعضه المغاربي، و يعني نعرف ان هذا المعرض يعني من ناحيه الاقبال، من ناحيه تواجد الزائر القارئ المغربي واهتمامه بهذا المعرض، رواد المعرض تنظيم السنه هذه ايضا لاحظ انه في تنظيم مهم جدا. الشيء الملفت للانتباه ايضا يعني العدد الكبير للناشرين العرب اللي حريصين انهم يشاركوا في هذا المعرض، وهو يعتبر الان من بين اهم المعارض العربيه، وتقريبا اغلبيه الناشئين العرب حريصين انه يتواجدوا في ويشاركوا في هذا المعرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستعدادات لهذه الدوره هي قائمه على قدم المسيره. الجزائر حاضره بهذه الدوره بجلاء، مؤلف من 30 دار نشر. كل الكتب اللي بالجناح هي انتاج جزائري، كتاب جزائريين مؤلفين. هذا الجناح يحتوي على اكثر من 360 عنوان تشتري التخصصات وما يجب. اعتقد هذه الجوله ستكون ناجحه بحكم تحضير القائم القادم منذ يومين او ثلاثه على حسب ما اذكر. نتمنى قدوم القارئ المغربي وقدوم المثقفين المغاربه الى هذا المعرض، وحتى المغاربه بمعنى الكبير من الجزائريين والتونسيين والمغاربه والموريتانيين.
لهذه الدورة حتى نعطي زخم لهذا المعرض. دابا حاليا كما تشاهدوا تنوجدوا يعني تنقدروا نبقاو حتى 12 الليل من 9 ديال الصباح حتى 12 الليل يعني كونتيني باش نحاولوا نرتبوا المواضيع ونحاولوا نرتبوا كل ما هو يسهل على القارئ باش يلقى الكتاب اللي باغي يشوف ف احلى حله. واش القيمات حتى ياخذ لكم ديال الترتيبات من والشهر كثر قل وتقريبا اكثر من 10 ايام وحنا تنوجدوا في مقر الشركه وتنوجدوا الكتب على حسب المواضيع ولا موضوع تنديروه في انتم عندكم اختصاص هذا ديال اختصاص قانوني يعني كل ما هو في مقر العمل تنديروا مسائل يعني قانون الشغل في قانون الشغل الجنائي جنائي مسار جنائيه الاسره إذا كل ما هو المهم جميع الكتب القانونيه موجوده متوفره عندكم بالطبيعه كل ما هو قانوني عندنا متوفر ويعني تنوجدوا يعني تلقاو صعوبات كثيره باش نوجدوا باش القارئ الكتاب متوفر يعني ومرتب احلى حل هادشي اللي بغينا نوصلوا للمستمع تاعنا. شكرا جزيلا أصوات مع التواجد ديالنا في المعرض الدولي للكتاب قبل انطلاق المعرض الدولي الدورة 25. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.